بقابل صديق قريب جدا لقلبي وبعرفه من سنين طويله وبعتز بيه وبحس قد ايه ان هو وصل لمكانه كبيره بالتعب والجهد وحساس ورومانسي ورقيق وفي حاجه في صوته وفي حاجه في مزيكته خلته برضو يبقى ليه تميز وليه اختلاف. عشان كده انا مبسوط كمان اكتر ان انا بشوف النهارده في ليله خاصه جدا في ليله راس السنه في سنة جديدة. فرامي صبري حبيبي ازيك؟ ربنا يخليك. انا بشكرك وانت طيب. بشكرك على كلامك ونورتني. وحشني جدا. اخبارك ايه؟ وانت كمان بقالي كتير ما شفتكش فعلا. وانت كمان عامل ايه؟ منور على طول. متابع الاخبار ومتابع الشغل والقلب من الاخير عامل الحمد لله شغل حلو وان شاء الله سنة 2020 تبقى حلوة قوي عليك. اتمنى وعلينا. اتمنى كل يعني سنة جديدة 2020 تبقى علينا كلنا بالنجاح والتوفيق والاجتهاد والصحة الكويسة والنجاح ويعني لكل الناس مش ليا بس أو ليك أو لينا في الوسط الفني لكل العالم والسلام والهدوء والنجاح والشغل أهم حاجة لأن هو ده الظهر وهو ده اللي بيديك طاقة إيجابية. حاجة تعملها في 2020 يعني أول حاجة بتفكر فيها في البلان بتاعت أنا عارف أنت بقى دلوقتي خلاص بقى عندك بلانز وبتشتغل بسكيدول وبخريطة وبخطة. بص هو 2020 مش عارف ليه حاسس إنها فعلا مش كلام حلو يعني. هو عاجبني بالرقم بصراحة. هو أنا خلي بالك إحنا بطلنا بنقول إيه 18 17 16 لا هي الفكرة في 2020 إن هي الرقم شكله حلو فعلا وبيديك كده تحس إن هو في حاجة هتحصل بقالنا كتير ما شفناش او ما حصلتش او مش هتحصل قبل كده يعني ما حصلتش في الفتره اللي فاتت مش عارف ليه دايما كل ما بقول يا السنه الجديده جايه 2020 في حاجه شكلها حلو في تفاؤل كده بالنسبه للحياه. اتمنى طبعا بلدي الاول مصر تبقى في مقدمه بالنسبه للاقتصاد وللشغل وللشعب نفسه ان هو يبقى احسن واللي مش بيشتغل يشتغل وعلى المستوى العربي تبقى في سلام وفي امان وفي ورامي صبري يعمل ايه في 2020؟ لا انا على طول بشتغل يعني انت عارف انا ما اعرفش انت عارف دي ولا لا بس اللي متابعني عارف ان انا على طول بشتغل وبحب المزيكا وبحب الشغل ومهتم باسمي وباغانية وباختياراتي وبخطواتي ويعني مهتم قوي بالموضوع ده فهتلاقيني في اول السنه بنزل حاجات جديده برضو مع اني لسه منزل البوم فارق معاك من 4 شهور في الصيف اللي فات بس حاسس يعني انه عايز انزل حاجه الفتره اللي جايه فهتلاقيني بنزل اغنيه جديده يعني عشان نغني لها نقول لها ايه؟ عايزين يعني نغني لها ايه؟ عمال افكر اغني لك اغنيه بتقول لما الراجل يتكلم الست ما تعاندش معاه ما تقولوش حاضر في كلام يتقال تاني يوم تنساه تفهم وتقدر قيمته لو عايزه تكمل وياه ما هي لو بتعامله بطيبه وحنيه وحب واخلاص تاخد عينه تتدلع ويزنها وتتشال على الراس وقت ما تغلط تتحاسب يسامحها على اي اساس لما الراجل يتكلم الست ما تعاندش معاه ما تقولوش حاضر في كلام يتقال تاني يوم تنساه تفهم وتقدر قيمته لو عايزه تكمل وياه ما هي لو بتعامله بطيبه وحنيه. أغنية جميلة أنا بحبها ومن الأغاني اللي نجحت الفترة اللي فاتت. دي ما زعلتش الستات الأغنية دي؟ لا دي زعلت كل الستات طبعا بس والله بيحبوها يعني بغنيها في الأفراح ولا في الحفلات بيرقصوا عليها وبيطلبوها يعني. بس فيها موقف شوية فيها موقف يعني هي قصة فيها قصة فيها قصة فيها إحساس بالراجل يعني لأول مرة حد يغني للراجل. مبروك الجائزة اللي خدتها مؤخرا جائزة نجم العرب. الله يبارك فيك. انبسطت جدا حسيت بيه وانت بتاخدها. دي جايزة كبيرة بالنسبة لي جدا برضو
لان بقالك فتره انت بتعمل حلقات على جوائز كتير. الفتره اللي فاتت دي عملت برضو على حلقه تامر حسني على الجائزه، ببارك له طبعا لاني ما كنتش عارف ابارك له الفتره اللي فاتت، كنت مسافر، فبارك له على الهوا بما انك عندي يعني، ببارك له دايما، ربنا يوفقه دايما. تامر مجتهد وشاطر وفنان. الجائزه دي جائزه احسن البوم فارق معاك؟ بالنسبة لي طبعا بتعني لي كتير، لانه انا لما بشتغل على الالبوم اكيد بتعب فيه وبجتهد ان انا اعمل افكار جديدة ومزيكا مختلفة عن الموجود في السوق، فبيهمني جدا طبعا انه يعني ان تكون الجايزة، ان تكون الرياكشن من الجمهور، انها في الاخر تبقى جايزة من الجمهور، فطبعا دي حاجة بالنسبة لي بتساعدني بتبسطني يعني. الحقيقة انت عملت مجهود كبير قوي السنة دي، يعني انا مبسوط جدا بحجم الانجاز اللي انت عامله في 2019. هو هتصور داخل 2020 وانت راضي عن نفسك وحاسس انك انت عملت حاجة او حققت حاجة؟ هو انا دايما حققت كام في المية من اللي انت عايزه؟ كام من 20؟ لا ولا والله ولا حاجة، يعني انا عمري ما بحس ان انا حققت حاجة، لانه دايما عندي صراع جوه نفسي كده في مراية في الاوضة، بقف قدامها كتير او كتير قوي وقعد اقول ايه، لا انا عايز اغير، انا زهقت من الاغاني وزهقت من نوعية الاغاني وزهقت من نوعية الكلام، وعايزين نعمل حاجات مختلفة عن اللي بيحصل، وعن ان السوق المزيكا اتغير كمان. يعني المجتمع العربي والمصري تحديدا بقى ذوقه متغير كتير، فده بقى يخليني اقف قدام نفسي شوية قاعد اقول انا عايز اعمل المزيكا مختلفة وكلام زي مثلا الراجل ولا حاجة، يعني الاغنية دي مثلا اغنية مختلفة. عملت بعديها اسمها اغنية اسمها هد الدنيا، دي نجحت جدا برضو. اللي هي اقول لك قولي عايز ايه وانا اجيب لك، ولا عايزنا اتشقلب لك، ده انا هد الدنيا عشان ثانية بس اشوفك فيها، انا عارف ان انا محقوق لك، عامل فيا اللي يروق لك، ولعلي في قلبك كله مفيش حاجة هنخبيها، قولي عايز ايه وانا اجيب لك. دي من الاغاني اللي عملتها برضو المهمة جدا الفترة اللي فاتت، وكانت اغنيه مختلفه، انه انا عمري ما كنت اقول لي عايز ايه وانا اجيب لك ولا عايز اتشقلب لك. لا انت عندك شاية. انت بتختار كلماتك بشكل فيه اتقان قوي، يعني انا بابا مثلا يعني في كده اكسبريشن بتقولها كده اتشقلب لك وبتاع بنات، من اول تكه ما بيننا قوام على غلطه اتلككتي، سبتيني وقلبك طوعك، قلت انا ماشية ومش راجعة، وقدرت وخدت في وشك، رحت لقيتي ولا سألتي، فاكراني ان انا هستنى، تحنوا في عيني الدمعة، يا ماما لا يا ماما لا يا ماما، بطلي تعيشي في دراما، اللي قدامك رجولة والرجولة يعني كرامة، الكلام ده عالغلابة مش عليا انا بابا، يا ماما لا يا ماما لا يا ماما. دي اغنية برضو من الاغاني اللي يعني بص انا بحاول بقالي فترة، جالي كده حاجة بقالي 4 سنين، بقالي فترة يعني بقيت حاسس ان الاغنية العادية ما بتعملش حاجة. عارف يعني ايه الاغنية العادية؟ اللي هو انا بحبك وانت حب عمري وانت حب حياتي، الكلام ده انا بقيت احس ان هو بقى بالنسبة للناس بقى يعني ما بيعملش حاجة، مش عارف ليه. انا ما اعرفش، الاذواق اتغيرت، المزاج اتغير، مزاج اتغير، والكلام الطبيعي العادي ما بقاش بيعجب الجيل بتاعنا او جيل الاصغر مننا اللي هو الجيل اللي بعدنا. بقى جيل متفتح شوية في الكلام وفي اسلوبه حتى في الهزار وكده، فعاوز يسمع حاجات مش تقليدية. فدي خدت معايا الفترة اللي فاتت في تفكير كتير، يعني انت وانت بتفكر في الكلمات بتفكر هيوصل تأثيره رد فعله طبعا. لانه الاغاني زي ما قلت لك من شوية، الاغاني اللي هي الحب بس، حلو الحب طبعا، بس الجيل الجديد ما بقاش يعني جيل مختلف تماما، فاحنا لازم عشان نفضل موجودين معاه لازم نواكب الفكر ده على فكرة، ولازم نشوف هو عاوز ايه وبيحب ايه ونقعد نعمله له ونطور فيه. دي وجهة نظر يعني. الاغنية الشعبية برضو خلي بالك الفترة اللي فاتت بقت يعني واخدة حيز كبير قوي عند الناس، بالظبط بقى بيحبوها قوي. بالظبط الاغنية الشعبية، اغنية قصدك اغنية الاغاني المهرجانات. المهرجانات والشعبي والله. لا بس المهرجانات بقت هي ترند. بقى يعني لو دخلت. ممكن تغني مهرجانات؟ لا عمري،
مهرجانات اصل هما مش بيغنوا، هما بيغنوش، هما بيتكلموا يعني. طب تغني شعبي؟ انا؟ اغني شعبي؟ ممكن تغني شعبي؟ يعني ممكن كمان على بداية السنة كده الاقي اغنية شعبية رامي صبري؟ لا صعب صعب، لانه انا ليا شكل موسيقي. فاهم قصدي؟ ما ينفعش ان انا اغيره الا. لما تيجي نجرب النهارده تغني شعبي. يا لهوي. يلا. اغني شعبي كده على طول؟ فكر كده باي اغنية انت حبيبها بتبندنها دايما قديمة جديدة شعبي ونغنيها. اغني لك اغنية. كان المخرج عندك اسمه ايه؟ احمد سيد. احمد اشكره على فكره، احمد جميل. بيفهم جدا وفنان فعلا يعني، وملتزم ومحترم جدا. ربنا يخليك. كان طلب اغنيه اسمها من الالبوم الجديد وعجب عليك يا زمان، دي اغنيه من اهم الاغاني عندي يعني. رجعوا لما كبر مقامنا وبنى علينا الخير، وعجبي عاللي احنا فيه، جم في ايه وماشيين في ايه، ده اللي سابنا في وقت ما احنا ملوش علينا جميل. شربنا من الجرح كاس وقفلنا السكة دي خلاص، يا مناس ارتاحوا لما سابوا أقرب ناس. مش انتوا نسيتوا اللي كان، ضحيتوا بليالينا زمان، كل حد يروح لحاله كفاية انا كلام. الله. دي مثلا اغنية على فكرة اغنية شعبي، بس انا حطيتها في الحتة اللي هي بتاعتي، فبشكر طبعا الملحن اللي عملها مديح وهاني حسن الشاعر، وتوزيع على فكره انا موزعها الاغنيه دي في الالبوم. انا على فكره بحب الاغاني الشعبي جدا، الاغاني الشعبي مش اغاني المهرجانات خلي بالك، لانه في فرق كبير طبعا انت اكيد عارف أكيد. بين المهرجان والشعبي، لانه الشعبي فيه غنى يعني. بس مؤخرا كان في اغنيه بحبها بتاعه احمد شيبة اللي هي لو لعبت يا زهر واتبدلت الأحوال وركبت أول موجة في سكة الأموال، واروح لأول واحد احتجت له في سؤال، خطر نظري زعيت ودوات ريدي لعمل معاي الصحانة واسنده لو قال اقف جنبه في المحن واكون طويل البال. ليلى ليلى عيني. هو ده الشعبي يعني اللي هو فيه غنى. الله يا اخي يجي منك في الشعبي. لا ما انا اصلي بغني يعني انا بغني النواتي. لا النواتي ده يغني كل حاجة. طبعا اللي بيغني كويس ما يغني كل الانواع الا المهرجان طبعا. لا طبعا انت ما بتغناش. وبعدين انا خريج معهد موسيقى عربيه قسم تاليف موسيقي وفرقه ام كلثوم يعني بغني يعني مش، لكن احنا ايه، انا لما جيت اشتغلت في المزيكا عشان انجح كان لازم اعمل الحاجات الخفيفه. الحاجات اللي فيها ناس بتحرك عليها حركه وفيها كلمه وفيها رقص وفي، عشان اخش وسط الشباب وابتدي ابقى موجود في الجامعات والافراح، وهو ده النجاح يعني. لكن مش هنزل اقول لا ليل يا عين يا ليل يا عين،
يعني يقول لك يلا يا عم عايزين نرقص وعايزين نغير. انت عارف الجيل اساسا دلوقتي بتبقى بترقصه وبتهيصه وبتتنطط على السيج ويقول لك يلا عايزين اغنيه احسن من كده. يعني احنا في جيل الجديد ده جيل صعب مش جيل سهل، خلي بالك. عايز ليه كتالوج جديد، جيل صعب جدا صدقني، غير الجيل بتاعي انا وبتاع اللي قبلينا واللي قبلينا، مختلف تماما. وعايز كل حاجه بسرعه وكده وعايز يرقص على طول وفوق كده على طول اكتر اغنيه عندك جابت مع الشباب ايه؟ لا كتير اغاني كتير. بص انا عندي الحمد لله رب العالمين انه عندي اغاني كتير من الاغاني الهاديه، الناس الشباب تحب جدا الاغاني الكلاسيك بتاعتي الاغاني الهاديه. يعني عندي اغنيه اسمها بقول لك ايه تعالي، بقول لك ايه تعالي، جالي كلمتين في بالي، مش هخبي مش هداري، بعترف لك ايه جرالي، ما تغمضيش عينيكي لما اقول لك علي فيها، انت اللي جوه قلبي واللي يا ما حلمت بيها. في بقى مثلا أجمل ليالي عمر الليلة دي، وحبيبي معايا وعينه في عينيا، أجمل ليالي عمر الليلة دي، وحبيبي معايا وعينه في عينيا. أنا لما بقابلك ببقى في عالم تاني، والفرحة في قلبي بتفضل مش سايعاني، يا ما تمنيت الفرحة دي تبقى عشاني أنا حبيب. أنا أجمل ليالي عمر الليلة دي برضو من الأغاني اللي فكرتني بحاجة لطيفة بالأغنية دي على فكرة. إيه؟ جات لي الذاكرة يعني دي أغنية ويدنج أفراح، أنت غنيتها في خطوبة بنتي فاكر؟ صح صح ربنا يخليها لك يا حبيبي. أنت كنت جميل حبيبي، كنت قد ايه يعني، شوف يعني. لا انت غالي عندي اولا، وانت بجد انت شخص غالي عندي من زمان يعني، وانا بحبك ودايما بحترمك وبتكلم بقول كده دايما، انت يعني من اغلى الناس عندي بعيد عن الفن والاعلام والشغل. انت انسان جميل ونبيل في حياتك، واي حاجه تطلبها مني انا تحت امرك. ربنا يخليك.